المؤتمر الوطني او المؤتمر الخاص بالهيئه الوطنيه للانتخابات، وتحدث فيه المستشار محمود الشريف، واعلن ان الانتخابات او خلال هذا المؤتمر اعلن انه انتهى هذا المؤتمر، وكان من المفترض اعلن عدم وجود شكاوى تتعلق بسير العمليه الانتخابيه خلال اليوم الثالث، واشار الى حرص الهيئه الى وجود ممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام المحليه والدوليه خلال ايام الاقتراع تاكيدا لوضوح وشفافيه العمليه الانتخابيه. هناك شكاوى مستجدة عن كل يوم من خلال معرفة اللجان أو غيره، كما حرصنا أيضا على أن نطمئن لتواجد كل ممثلي وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، والذي سار عملهم في الثلاث أيام الماضية حتى ينتهي هذا اليوم إن شاء الله. وجود ممثلي منظمات المجتمع المدني ووجود ممثلي الوسائل الإعلام منظمات المجتمع المدني الدولية أو المحلية، وسائل الإعلام الدولية أو المحلية، كل من تقدم زي ما قلنا قبلناه، ما رفضنا أحد أبدا، ما رفضنا أحد إلا لعدم انطباق الشروط،